تصور. وهذا الإشاعة اللي تيقولوا بلي أن الدري اللي قتل والديه لا يعقل أنه غادي يقتل ولده بقي عنده 40 يوم وفرحان به وغينوض يقتلو يقتل والديه. قال لك حقه قتلهم وقتل راسه، أي قتل راسه غيذبح راسه من داره، ما يمكنش. تروح من داره؟ من عنقه، من عنقه يعني الاخضر، يعني مادام قتلوا العساس وحيدوا الكاميرا مهرسه الكاميرا وقاتلين حشاك جوج كلاب الفوق قداشنا هما وقاتلين العساس وجايبينه حتى هويا معاهم، هذه راه جريمه مدبره، هذه ماشي غير مدبره، راه لا اله الا محمد رسول الله. وعصابه اللي داخله على هاد الناس، راه ماشي قاتلهم واحد ولا جوج، راه عصابه اللي داخله على هاد الناس وجمعوهم كلهم في بيت واحد كان شعلت فيهم العافيه. انتم ما شفتوهمش؟ احنا ما شفناهمش، ما شفناش احنا، جاتنا الاخبار في الصباح جينا تنجريو هادشي اللي شفنا وهادشي اللي شاف اللي قال لنا الناس مذبوحين لداخل. شنو داروا ليهم؟ اش داروا ليهم؟ شي حاجه؟ ما داروا ليهم والو، دخلوا عليهم قتلوهم. راه المخزن هو اللي غادي يتكلف هادشي كامل، هو اللي كاين. بنت عمي وشواونا فيها، والبنيته صغيره يلاه عندها شهرين، يديروا غير وجه البنيه. لا اسلام ولا شنو؟ ما عندهمش الكبده هادو، ما عندهمش الكبده، ما عندهمش. المخزن غادي يتكلف بهم، غادي يجبدوهم فين ما كانوا. شنو هما سته ولا سبعه؟ البنت صغيوره، علاش؟ علاش البنيه الصغيوره؟ ديو فلوس، ديو شنو بغيتو؟ اش بغيتو الذبيحه؟ هاد الذبح عندنا، اشنو بغيتو؟ شنو بغيتو بيه؟ اش بغيتو ديرو بيه؟ جا مع الصباح جوج دقوا، ما عرفنا شكون، شافوا العافيه بالحق هذوك دايزين الخدمه، دايزين الخدمه وشافوا العافيه بداو يدقوا تيقولوا العافيه شعله، العافيه شعله. خرجنا تنتجاراو تنعيطوا، احمد رشيده ما جاوبنا حتى شي واحد، والو ما جاوبنا حتى شي حد، قلنا حنا غير العافيه شاعله، الماء هابط من تحت هذا سخون، ما عرفنا والو. هي هذيك مشى الدري عند البوليس عيط لهم، عيطوا على البونفيه جات. ايوا هذا الشيء اللي وقع، ما سمعنا لا غوت، ما سمعنا خبيط، ما سمعنا حتى شي حاجه. واخويا هاد الناس مزيانين، ما تيجبدوا صداع، ما تيجبدوا غوات، ناس دراوش خدامين على روسهم، داخلين سوق راسهم، زعما ما تكون عندهم حسيبات مع شي حد، وربي اللي عالم. وي هاد الناس هادو كيشكروهم الناس، والناس مزيانين، والعساس متواضع مع اي واحد، وهاد الكارثه ما بغيناهاش توقع. نخافوا على روسنا، ونخافوا على ولادنا، ونخافوا على دابا الحومه كامله، العييده كلها دابا كترعد. قالوا لنا ماتوا سته ديال الناس اللي مذبوحين هنايا، وهذا هذا محترف بالجريمه، هذا قتلهم حتى قتلهم وحرقهم باش ما يبانوش البصمات ديالو. دابا كنطلبوا من السلطه المحليه يديروا البحث على هاد الكارثه هذه، واللي يلقاو عنده شي حاجه يتعاقب. حنا بغينا العقوبه لهذا المجرم، هذا المجرم هذا خصو يتعاقب. والله العظيم بزاف كون عكتفوهم وخذوا داكشي اللي بغاو وما قتلوهمش. هاد راه عيب هادشي والله، الا حشومه حشومه، ولينا حنا ماشي مسلمين. سمعنا خويا قتلوا شي سبعه الناس، انا ما ماشي انا بعيده منهم شويه، سمعناهم وجينا شفنا. والله ياخذ الحق اخويا، هادشي نقول لك. واش غنعاود لك اشنو وقع ولدي انا في محالي؟ تعيطوا عليا قالوا لي بنت اختك وراجلها وناسها كلشي مات، انا جيت نغوث ما شفت حتى حاجه.